العزيز المدرب هلال النادور حسين وضعية الفريق رغم ذلك قدم مباراة يعني مستحسنة، يعني ماشي فريق نقولوا هذا فريق ديال آخر ترتيب. شنو يمكن لك تقول لجمهور فريق هلال النادور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوضعية ديالنا كما كيعرفها جميع المتابعين والمستمعين الرياضي بعد غياب 10 لاعبين اللي ما كيسكنوش مدينة النادور استطعنا باش نعطينا فرصة للشبان. كما كان الحال نتيجة رغم الخسارة تجوزنا مع متصدر الترتيب نتيجة إيجابية بالنسبة لنا. يعني واش بديتوا من الآن كتفكروا تفكروا من في المستقبل الموسم المقبل ولا كتخليوا حتى تنتهي ينتهي الموسم ومن بعد عاد تخموا وتجلسوا مع المنتخب الفريق وتشوفوا تسطروا المستقبل؟ هذه حد الان احنا متبعين كيبقاو تقريبا ثلاث مباريات كنحاولوا ما كنمش نعطيو الفرص للشبان ديال مدينه النادور نعطيهم فرصه ما كنمش يلعبوا من تنتهي البطوله ان شاء الله هذاك تاع المكتب المسير واش يستمر ولا ما يستمرش هو اللي غادي يفكر في وضعيه الفريق للموسم المقبل ان شاء الله. شكرا اخ حسين. كان معنا حسين من على موقع راديو بطوله.com. شكرا لك.